حالة لطفل صغير جايب ماكروكيفالي موتور ديفلوبمنتال ديلي ومانفستيشنز أخرى سيجرز بقى أتاكسيا حاجات تانية. لما بنيجي نعمل له MR بنشوف المنظر ده white matter abnormalities bilateral وبيكون فيه كمان cystic changes. cystic changes دي أغلبها بيكون temporal مش شرط قوي تبقى temporal لكن في معظم الحالات بيكون temporal وفي معظم الحالات حتى ال white matter abnormalities بتكون temporal. الكلام ده لما بنشوفه هذه cyst formation في temporal region هذه ال white matter changes في طفل صغنن عنده ماكروكيفالي. This is what's called Vander Knaap disease. الحالة دي ال Vander Knaap disease دي بتنزل كتير جدا في امتحانات الدكتور. الاسم القديم بتاعها هو ال Vander Knaap disease انما دلوقتي بقت بتتسمى اسم جديد بالمانيفستيشنز بتاعتها ميجالينكيفاليك ليكوينكيفالوباثي والسبكورتيكال سيستس. حقيقي ان هم لو كانوا يطولوا ان هم يسموها with temporal subcortical cysts كانوا سموها لكن هي مش شرط تيجي في temporal loop انما اغلب subcortical cysts are temporal. احيانا الحالة دي بتجيلنا بدري شوية macrocephaly ومعاه bilateral symmetrical white matter changes. على مستوى المنظر ده انا صعب جدا ان انا اقول ان دي Vander Knaap disease غير ان هو معاه macrocephaly لكن الماكروكيفالي لما لقيها جاية بقى بالتمبرال سيستس دي دياجنوستيك ان انا بتكلم في Vander Knaap disease. لكن يا حبذا لو شخصناها في early stage شوية ان هي بتبقى جاية بقى بالوايت ماتري تشينجز ولسه ما كونتش these subcortical cysts. هل عندنا differential diagnosis لهذا temporal loop affection اللي غالبا بيحصل فيه هذه سيتس؟ طبعا في حاجات كتيره جدا بيحصل فيها temporal loop affection. الكادازيل ده ما هو الا infarction تيجي في young age وغالبا بيبقى ليها predominance جدا للtemporal loop لكن less in the presentation بتاعه زي Vander Knaap ولا في macrocephaly. الherpetic encephalitis مشهور عنها جدا ان هي بتسبيرت basal ganglia يجيلك حاله زي كده spot ويقولك دي herpetic encephalitis ولا infarction. الهيبريتيك انكفلايتس ملهاش دعوة خالص بالبيزل جانجليا بتيجي في التمبرال لوبس بس. الميلاس دي ديزيز بيعمل انفاركشن بسبب مشاكل في الايض بتاع الخلايا الميتابوليزم بسبب الميتوكوندريا نفسها بيبقى فيها مشاكل اسمها ميتوكوندريا انكفالومايوباثي ويز لاكتيك اسيدوزس بتسبب ستروك لايك ابيزودز. تلاقي كذا ستروك كده موجود وكله اخد تريتوري يعني تلاقي مثلا انفاركشنز اخد التريتوري مثلا بارتوكسيبيتال بعد كده في تريتوري تاني بعد كده في تريتوري تاني لكن ممكن جدا في التريتوري ده تلاقي بارتوتمبرال تلاقي هنا واحد زي مثلا بارتوكسيبيتال. الله ايه مالتيبل انفاركشنز دي ماسكه واخده تمبرال لوب وبعدين تريتوري تاني وتريتوري تالت وتريتوري رابع. لا ده في مشكله بقى في ايض الخلايا مخليه في انكيفالوباثي بسبب اللاكتيك اسيد بيتجمع فبيعمل اسيدوزس فبيعمل انفاركشن. هو ده الميلاس. دي اشهر الديفرنشال دايجنوزس اوف تمبرال لوب افكشنز. ما ننساش ان Vander Knaap disease لازم تيجي في طفل صغنن بيبقى جاي بماكروكيفالي ومع حاجات تانية اهمها موتور ديفلوبمنتال ديلي لكن الماكروكيفالي شيء اساسي للدايجنوزس. بيبقى معاها سبكورتيكال سيتس. هذه السبكورتيكال سيتس ليها بريدومينانس عالي جدا في التمبرال لوب. شكرا.